في عندنا نجم رائع جدا 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 جدا، هو يعلم رأيي فيه حتى من السنة اللي فاتت وقلته له على التليفون تقريبا في مثل هذا اليوم، وهو النجم الرائع المتألق اللي لما بيعدي قدام الكاميرا لازم يخطفك مجرد انه هيعدي، عارف لو ما تكلمش برضه هيخطفك. أحمد فهيم، ازيك يا أستاذ؟ يا أستاذ كل سنة وحضرتك طيب وبخير وسعادة، طيب وبخير وسعادة، وكل القناة الأولى وبرنامج حضرتك الجميل بخير وسعادة. لا والله ده أنت اللي جميل، متشكر جدا يا أستاذ. لا خالص، أنا عايز أقول لك إنه إحنا اتكلمنا زي اليومين دول برضو كده في رمضان السنة اللي فاتت وعلى جعفر العمدة وما إلى ذلك، وقلت لك يعني إيه أنت شقلبت الدنيا الدنيا، وده حقيقي ما شاء الله. السنة دي أنا شفت مثلا أعلى نسبة مشاهدة وشفت مشاهدك اللي فيه، فبرضو شيء مخيف كما جرت العادة، أنت مذهل. الحمد لله والله. حقيقي حقيقي يعني. ربنا يخليك يا أستاذ يوسف، والله شهادة أعتز بيها. لا العفو العفو العفو. ويا رب أكون عند حسن ظن حضرتك وعند حسن ظن الجمهور. احنا كلنا بنحبك، أنا ما شفتش حد إلا وبيحبك. نعمة أحمد ربي عليها والله. الحمد لله والشكر لله. وبعدين أنا عندي انحيازات لجيلي اللي هو جيل السبعينات دول، فأنا في رأيي إنه دول أقوى جيل ظهر لحد دلوقتي على سطح الكرة الأرضية. فهرجع معاك على فراولة. مظبوط. أكيد مش هتحرق لي أنا فاهم، بس يعني إديلي إيه ملامح. والله أنا لسه مخلص الحلقة الأولى دلوقتي اتفرجت عليها. ما أنت قريت السيناريو كله يا أستاذ. مظبوط طبعا مظبوط، بس طبعا يعني انت عارف المهنه واداب المهنه طبعا. انا هو مسلسل يعني ان شاء الله مسلسل دمه خفيف حلو، ان شاء الله يعني نتمنى من ربنا سبحانه وتعالى ان الجمهور يبقى بيتفرج على حاجه بسيطه ودمها خفيف ونقدر نبسط الجمهور في ال 15 يوم الاخره من الشهر الكريم باذن الله. وعايز اقول لحضرتك ان هو يعني هو كله في نطاق كوميدي، احنا عاملين شركه كده وان شاء الله يعني الاحداث بانت النهارده في الحلقه الاولى، الشخصيات كلها اتقدمت وباذن الله مع توالي الحلقات هتشوفوا حاجات حلوه باذن الله. انتوا معاكم ممثل كوري؟ معانا ممثل صيني. صيني؟ اوه حلو جدا. بس هو مصري يعني، هو بقى له 22 سنه في مصر. لا والله. وبيتكلم عربي لبلب. بيتكلم زينا مصري. احسن مننا كمان. يا صلاة النبي يا صلاة النبي. طب انا عايز اسالك سؤال بقى، لانه انت من الفنانين المهمين اللي بيتقنوا اي دور، وفي التراجيديا مخيف، في الكوميديا رائع الى اخره، لكن الكوميديا من الفنون الصعبه علشان تعرف تفرق ما بين دور ودور، انت بتحضر لها ازاي؟ لانه اكيد مشاهدك الحلوه اللي خلتنا نبتسم ونضحك جدا من قلوبنا السنه اللي فاتت مختلفه عن شخصيه السنه دي. مظبوط. التحضير اللي يخليك تختلف بيحصل ازاي؟ والله هو الكوميديا السنه اللي فاتت كانت من الورق. حلو. وكانت من الشخصيه، من 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 دوافع الشخصيه، ردود افعالها، التصرف في اتخاذ القرارات، حبه زياده عن اللزوم لمراته، كل الحاجات دي الكوميديا جت من الورق نفسه ومن تصرفات الشخصيه. اوكي. السنه دي الموضوع مختلف، السنه دي هو الموضوع كوميدي من اول الورق لاخره. الحمد لله ان انا يعني قعدت اشتغلت بقى على الشخصيه نفسها من الاول خالص، يعني السنه اللي فاتت كان الشخصيه دراميه بيتخللها مواقف كوميديه، السنه دي كوميديا من الاول للاخر، فقعدنا الحمد لله مع الاستاذ محمد علي المخرج عملنا ملامح للشخصيه، طريقه مشيتها، طريقه لبسها، حاجات كتير، وطلعت بالشكل اللي ظهرت عليه النهارده في الحلقه الاولى. فالنهارده لا، في كوميديا مختلفه السنه دي عن السنه اللي فاتت، لان هو الشخصيه نفسها المسلسل كله كوميدي. طيب رائع جدا. حاجه مختلفه ان شاء الله يعني عن السنه اللي فاتت باذن الله، يعني باذن الشكل الله. واللبس وكل حاجه. وبكل نجاح. انا شايف قدامي الشخصيه بالبيري بالنضاره بطريقه اللبس، يعني واضح انه ايه اتعملت لها ملامح، والملامح دي من صياغتك الشخصيه في الغالب كده يعني. مظبوط مظبوط. خلاص كل التوفيق يا رب، واشكرك جدا على التليفون، وكل سنه وانت طيب ورمضان كريم، ونشوفك قريب جدا جدا ان شاء الله. كل الشكر لنجمنا احمد فهيم، زي ما كنت بقول لكم القدر دايما على تنويع الشخصيات اللي بيقدمها، ما لو اتفقنا ان كلها كوميديه ففهيم الحقيقه كل مره بيختلف،
طريقته في الكلام بتختلف، تركيبة الشخصية من وجهة نظره بتختلف، ما بيكررش نفسه، وأنا بعتقد أن ده جزء من ذكائه بل وأيضا من إمكانياته وعبقريته الفنية.